والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس كيف يحدث المرض. لقد تبين لي بنتيجة البحث الطويل ودراسة دقيقة لآيات القرآن أن جميع الأمراض هي وجه متعدد لمرض واحد، فكل خلية أودع الله في داخلها برنامجا تسير عليه طيلة حياتها. والبرنامج عبارة عن مجموعة معلومات، عندما تأتي أي معلومات للخلية من الخارج عبر فيروس أو جرثومة أو أي شيء أو غيره، فإن هذا البرنامج سيتأثر سلبا أو إيجابيا. إذا أي خلل يحدث للبرنامج سوف يظهر لنا على شكل مرض، والله أعلم.